السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، ومع مادتكم مادة الرياضيات والفصل الدراسي الثاني، ومع الوحدة الأولى الأعداد الطبيعية، والدرس الخامس الأنماط العددية. تعال نعرف دلوقتي يعني إيه نمط. النمط ده عبارة عن تتابع من الأعداد أو الأشكال أو الرموز، بس وفقا لقاعدة معينة، تبع قاعدة معينة انت هتعملها. واحنا كنا واخدين نمط قبل كده لو تتذكر، خدنا في أولى وفي تانية وفي تالتة، ماشي كده؟ طب النمط ده ماله؟ قال لي النمط أنواع، في نمط عددي، وفي طبعا وده النمط العددي ده بيبقى عبارة عن تتابع الأعداد وفقا لقاعدة معينة. زي ايه؟ زي 1 2 3 4 5 إلى ما لا نهاية، كل عدد بيزيد عن السابق ليه بمقدار واحد. واحد تاني يقول لي طب انا حدي نمط تاني، ايه هو؟ 5 10 15 20 25، كل عدد بيزيد عن السابق ليه بمقدار كام يا سنه؟ 5، بمقدار 5. ولد يقول لي لا، طب انا حدي 60 70 80، يبقى كل عدد بيزيد عن السابق بتاعه بمقدار كام؟ 10. يبقى يعني ايه نمط؟ ده تتابع من الاعداد او الاشكال او الرموز وفقا لقاعده معينه. في منه أول حاجة النمط العددي، هو تتابع الأعداد وفقا لقاعدة معينة أنت بتكتشفها من خلال الإيه؟ السؤال بتاعك. حبايبي إحنا عرفنا النمط وعرفنا النمط العددي، وقلنا إن النمط بعرف منين أحله، إن أنا لما أعرف كل عدد بيزيد قد إيه؟ يعني مثلا لو أنا عندي 1 2 3، فكل عدد بيزيد عن سابقه بمقدار واحد. اللي أنا بقوله ده حبايبي هو وصف النمط، يبقى وصف النمط هو اكتشاف لقاعدة النمط والتعبير عنها لفظيا. تمام؟ طيب تعالى بقى نشوف أمثلة للأنماط ونكملها مع بعض. أكمل كل من الأنماط الآتية: 3 5 7 9. نلاحظ الأعداد الفردية، يبقى كل عدد بيزيد عن سابقه بمقدار كام؟ 2، يبقى 11 أزود 2 13. طيب بص كده وصف النمط، كل عدد يزيد على العدد السابق له بمقدار 2. يلا نشوف النمط التالي بتاعنا، بيقول لي 93 بقت 83 بقت 73، وبعدين عايز عددين في النمط ده. طب انت ملاحظ حاجه؟ قال لي اه يا ميس، انا ملاحظ بعيني كده ان خانه الاحاد ثابته زي ما هي. خانه العشرات كل مره بتنقص بايه؟ بتنقص بواحد في العشرات، يعني بتنقص ب 10. يبقى النمط اكتشاف القاعده بتاعتي دي ان كل عدد بينقص عن صاحبه بمقدار ايه؟ 10. يبقى انا هروح على اخر عدد كده 73، هشيل منه 10 او هنقص منه 10، يبقى 63. 63 ناقص 10 يبقى 53. تعال نوصف النمط بتاعنا، كل عدد يقل على العدد السابق له بمقدار ايه؟ بمقدار 10. تعال ناخد نمط تاني، 128 بقت 64 بقت 32 بقت 16 بقت كام؟ بقت كام؟ طب ملاحظ حاجه سنه 5؟ انا ملاحظ يا ميس ان الاعداد اللي قدامي دي بتقل. طب الاعداد عشان تصغر او تقل بتقل في حاجه من الاثنين، يا اما بالطرح زي النمط السابق لينا اللي هو 93 83 73 63 53، ده بالطرح، يا اما بالقسمه. طب تعالى كده، ال 128 بقت 64، ولد شاطر يقول لي اه يا ميس انا قسمت على الاثنين. طب تعالى نتاكد، ال 64 لما نقسمها على الاثنين فيها ال 32 فعلا، طب ال 32 لما نقسمها على الاثنين فيها 16 فعلا. طب تعالى بقى نكمل النمط، ال 16 هنقسمها على الاثنين يبقى تساوي كام؟ 8. طب ال 8 هنقسمها على الاثنين بتساوي كام؟ بتساوي 4. طب انا عايزه الوصف بتاع النمط ده سنه 5. برافو حبايبي، سامعاكوا بتقولوا اه ده كل عدد ناتج عن ايه؟ ده ناتج من قسمه العدد السابق له على 2. يبقى كل عدد في النمط ده بينتج من ايه؟ بينتج من قسمه العدد السابق له على 2. طيب بص معايا كده النمط الجديد ده، 5 اهي 15 25 35. ايه اللي انت ملاحظه؟ ان خانه العشرات ما كانتش موجوده في العدد الاولاني، وبعدين زادت 10 زادت بقت 15، زادت 10 كمان ال 15 بقت 25، زادت 10 بقت 35، هتبقى 45، وبعدين 55. تمام كده؟ يبقى السؤال اللي بعد كده بيقول لي 7 77 777 7777. اخد بالك ان انا كل مره بزود خانه، يعني بضيف خانه للعدد وبحط فيها 7. تمام كده؟ يبقى اللي بعد كده هتبقى ايه؟ هتبقى 77777، وبعدين 777777. ودلوقتي موعدنا مع أسئلة المتفوقين، وهناخده دلوقتي موعدنا مع السؤال الأول بتاعنا. السؤال بيقول لي ايه؟ أكمل كل من الأنماط الآتية. النمط بتاعي بيقول لي ايه؟ أول عدد 1، تاني عدد 1،
تالت عدد اتنين، تلاتة، خمسة، تمانية، والعدد كام؟ العدد كام؟ تعال نقول تاني النمط، واحد فاصلة واحد فاصلة اتنين فاصلة تلاتة فاصلة خمسة فاصلة تمانية، وبعد كده عايز عددين في النمط ده. طب النمط التاني بتاعنا واحد فاصلة بقت كام؟ بقت اربعة يا نيس، فاصلة بقت كام؟ بقت تسعة يا ولاد، فاصلة بقت كام؟ بقت ستاشر، وبعدين عايز عدد واحد. لو انت مركز في الفيديو ان شاء الله هتعرف تجاوب بسهولة، وان شاء الله اشوف اجاباتك وتكون صحيحة في التعليقات. طيب تعالى بقى بص معايا كده، ده ايه ده يا ميس؟ دي مسألة حياتية، بس انا هجاوبها في صورة نمط. تمام، بيقول لي باعت شيرين بطاقة تعطي لحاملها تخفيضات في بعض محلات الوجبات السريعة بمبلغ 38 جنيه. تمام كده، يبقى هي باعت البطاقة تمام بكام؟ ب 38 جنيها. فإذا كان ثمن هذه البطاقة قد زاد 4 جنيهات سنويا خلال فترة حيازتها، يعني حيازتها يعني الفترة اللي هي كانت ملكها فيها، حيازتها لها وهي 4 سنوات. تمام، يبقى هي باعت البطاقة ب 38 وبتقول ان البطاقة دي كانت بتزيد 4 جنيهات سنويا خلال فترة حيازتها، وهي كانت البطاقة معاها كام؟ بقى لها 4 سنوات. فما الثمن الذي اشترت به شيرين هذه البطاقة؟ يعني يقول لي باعت شيرين بطاقة تعطي لحاملها تخفيضات في بعض محلات الوجبات السريعة بمبلغ 38 جنيها، فإذا كان ثمن هذه البطاقة قد زاد 4 جنيهات سنويا خلال فترة حيازتها لها وهي 4 سنوات، فما الثمن الذي اشترت به شيرين هذه البطاقة؟ خد بالك ان 38 دي سعرها دلوقتي، وهي شاريها من 4 سنين فاتوا، وكل سنة كانت بتزيد 4، يبقى انا هاخد ال 38 ونقص منها كل مره كام؟ 4. تمام، يبقى ال 38 اهي موجوده عندي وهفضل ناقص 4، لما ناقص 4 من ال 38 بقت 34، وبعدين هتبقى 30، وبعدين هنقص 4 كمان تبقى 26، وبعدين تبقى 22. تمام، يبقى هي كانت شاريها بكام؟ ب 22 جنيها. طيب انا كده حلتها بالنمط. تمام، طب هو انا ممكن احلها بطريقه تانية؟ انا ممكن اجيب مقدار الزياده، مش هي البطاقه بقى لها عندها 4 سنين وفي كل مره كانت بتزيد 4، فهقول مقدار الزياده 4 في 4 ب 16، يبقى هي البطاقه زادت كام؟ 16 جنيها. طب هي كانت يبقى هي باعتها بكام؟ ب 38، يبقى كانت شاريها بكام؟ 38 ناقص 16 هيديني 22 جنيها. السؤال التالي بيقول لي اكمل كل من الانماط الاتيه بعددين تاليين في كل نمط، يعني هيديني انماط وعايز العددين اللي بعد كده. اول نمط بيقول لي 2 بقت كام؟ فاصله 7 بقت كام؟ فاصله 12 بقت كام؟ فاصله 17، بعد كده عايز عددين. انت ملاحظ حاجه؟ قايل لي اه يا ميس انا ملاحظ، ال 2 بقت 7 وال 7 بقت 12 وال 12 بقت 17، الاعداد بتزيد، واحنا قلنا الاعداد بتزيد يا اما ايه؟ يا اما جمع يا اما ضرب. طب تعالى كده، الاتنين ممكن تتضرب في حاجه تديني 7؟ قال لي لا، يبقى الضرب مش هنستخدمه. طب مين اللي يحل؟ قال لي الجمع هيحل. الاتنين بقت 7 زادت؟ قال لي اه زادت بمقدار 5، كاني جمعت 5. طب تعالى كده نضيف على بقيه النمط 5 عشان نشوف الحل بتاعنا صح ولا لا. 7 زائد 5؟ قال لي اه 12 اهي. طب 12 زائد 5؟ 17 اهي. يبقى القاعده بتاعتي طبعا ان انا كل مره بزود ايه؟ بزود 5. تعالى بقى نحل النمط، 17 زائد 5، برافو عليكم سامعاكم بتقولوا اه يا ميس 22. طب ال 22 دي هنزود عليها 5 برضو، هنزود 5 على ال 22 تبقى 27. بينا نشوف نمط تاني، بيقول لي الواحد بقت كام؟ بقت 3 بقت كام؟ بقت 9 بقت كام؟ 27، وبعد كده عايز عددين. بص معايا كده، الواحد بقى 3 وال 3 بقت 9، الارقام بتزيد يا ميس، يا اما جمع يا اما ضرب. ولد هيقول لي يا ميس دي بتتجمع، بنجمع عليها يا ميس، الواحد بقت 3 زودنا 2. طب تعالى كده شوف القاعده دي تمشي معاك ولا لا. خد ال 3 زائد 2 اه تدينا 5، طب ال 5 مش موجوده ده كاتب لي 9. طب ما هو ما ينفعش، يبقى الجمع مش هيحل المساله دي. نرجع على طول للسلاح الثاني وهو الضرب. الواحد بقى 3 ضربنا في كام؟ ضربنا في 3. طب تعالى كده نجرب الضرب في 3، 1 في 3 اداني 3 فعلا. طب 3 في 3 اداني 9 فعلا. طب 9 في 3 ادتني 27 فعلا. يبقى القاعده بتاعت النمط ان انا بضرب كل مره في ايه؟ في 3. طب 27 في 3؟ قال لي يا ميس هتديني 81. طب ال 81 هتتضرب برضو في 3 هتديني كام؟ قال لي 243. اوجد الاعداد الثلاثه الاتيه في كل نمط مما يلي. بص كده، ال 142 143 145. الاسئله اللي زي دي يا حبايبي عشان تتحل لازم ارجع اجيب من الاول. ال 142 زادت كام؟ 1. طب ال 143 زادت 2، معنى كده ال 145 هتزيد كام؟ 3، هتبقى 148.
وال148 هتزيد كام؟ 4 هتبقى كام؟ 152. طب وال152 هتزيد كام؟ 5 هتبقى كام؟ 157. السؤال بقى اللي عليه الدور، 106 بقت 100 بقت 94، ده بينقص، بينقص كام؟ 6. طيب انا بقى لما اطرح 6 من ال94 هتبقى كام؟ اشيل 6 هتبقى 88، لما اشيل 6 هتبقى 82، لما اشيل 6 هتبقى 76. يلا بينا نشوف النمط التالي. بيقول لي 89 بقت 79، بقت 70 بقت 62، بقت 55. يلا نشوف كده. قال لي الاعداد بتاعتي بتاعت النمط بتتناقص. طب يبقى دام بتتناقص يبقى يا ايه؟ يا طرح يا اسمه. طب تعالى كده شوف، ال 89 بقت 79 ناقصت بمقدار كام؟ ناقصت بمقدار 10. طب شوف ال 79 بقت 70 ناقصت بكام؟ ب 9. يبقى اول مره نقصنا 10، تاني مره نقصنا 9. طب ال 70 بقت 62 ناقصت كام؟ قال لي ناقصت 8. يبقى ال 89 نقصنا 10 بقت 79، ال 79 نقصنا 9 بقت 70. طب ال 70 نقصنا 8 بقت 62. طب ال 62 هنقص منها كام؟ برافو حبايبي سامعاكم بتقولوا هنطرح منها 7. طب 62 ناقص 7 55. يبقى احنا بنطرح اعداد العد من اول ال 10 الى ايه واحنا نازلين بقى تنازلي. طب ال 55 هنطرح منها كام؟ قال لي هنطرح منها 6. طب لما نطرح منها 6 قال لي هيطلع الناتج بتاعي 49. طب ال 49 هنطرح منها كام؟ قال لي 5. 49 ناقص 5 يبقى 44. ال 44 هنطرح منها 4 هتطلع ايه؟ 40. طيب بصوا حبايبي كده معانا مساله لفظيه برضو من اللي هيتحلوا بشكل النمط. لدى هاني مختبر لاجراء التجارب المعمليه في هذا المعمل، ثلاثه ارانب تتكاثر في كل مره يتضاعف عددها، فكم سيصبح عدد الارانب بعد 5 فترات؟ خد بالك المختبر ده او المعمل ده بيجيب كام؟ بيجيب 3. بيتضاعف يعني انا بضرب في كام يا حبايبي؟ بضرب في 2، يبقى انا بجيب 3 ارانب. تمام. طيب خد بالك بقى، انا هضاعف العدد يعني هضرب في 2، 3 في 2 يبقى 6. تمام كده، 6 في 2 12، 12 في 2 24، 24 في 2 48، 48 في 2 96. يبقى عدد الارانب بقى كام يا حبايبي؟ 96 ارنب. ودلوقتي موعدنا مع سؤال المتفوقين ومع السؤال الثاني. بيقول لي اكمل، مديني اول رسمه او اول شكل، ده الخمسه، بعد كده بقت 4، بعد كده بقت 3، شوف بعد كده هتبقى كام وهتبقى كام. تاني اكمل زي ما انت شايف كده الشكل قدامك، اول حاجه 5، بعد كده 4، بعد كده 3، شوف الشكلين الجايين هيبقوا كام. ولو انت مركز خلال الفيديو ان شاء الله هتعرف تجاوب بسهوله، واشوف تعليقاتكم تكون فيها الاجابات وباذن الله تكون الاجابات صحيحه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي دفعت دينا 34 جنيها قيمة اشتراكها السنوي في احد نوادي العلوم. قالت دينا لزميلتها هناء ان قيمة الاشتراك تزيد 11 جنيه كل عام على العام الذي يسبقه، فكم ستكون قيمة اشتراك النادي بعد 10 سنوات؟ خد بالك ان دينا هي دفعت 34 قيمة اشتراكها السنوي، وبتقول ان كل مرة بيزيد 11. خد بالك بقى انا عايز اعرف هتبقى كام، يعني معنى كده ان انا هعمل ايه؟ هزود كل مره كام؟ 11 لمده قد ايه؟ لمده 10 سنوات. تمام كده، تعالى بقى نشوف. يلا ال 34 هزود 11 هتبقى كام؟ هتبقى 45. ازود 11 هتبقى كام؟ 56. ازود 11 هتبقى 67. ازود 11 هتبقى 78. ازود 11 هتبقى 89. ازود 11 هتبقى 100. ازود 11 هتبقى 111. 11 كمان 122، 133، 144. طب تعالى نحلها بالطريقه الثانيه، هجيب مقدار الزياده، هقول 11 في 10 يبقى هي زادت 110 خلال 10 سنوات، اجمعهم على ال 34 هيديني 144، ده الاشتراك بعد 10 سنوات. ودلوقتي موعدنا مع سؤال المتفوقين، وده السؤال الثالث بتاعنا. ودلوقتي ناخد السؤال الثالث. بيقول لي ايه؟ بيقول لي اكمل، ومديني 1 في 2 فاصلة، 2 في 4 فاصلة، 3 في 8 فاصلة، عايز بعد كده ايه؟ عايز بقية النمط. لو انت مركز في الفيديو ان شاء الله هتعرف تجاوب بسهولة، وبإذن الله اشوف اجاباتك وتكون صحيحة في التعليقات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة، نرجو ان انتوا تكونوا استفدتوا معانا، ومع موعد بلقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.